يسوع ما قضى وقته يكتب كتب أو يسن قوانين، ما قضى وقته ينظم جماعة ولا يبني أبنية. يسوع بهالثلاث سنين ما عمل شيء إلا لقاءات، حوارات. إذا منطلع بالإنجيل كلياته هو كتاب لقاءات يسوع مع أشخاص، بداية بالرسل عندما التقى فيهم على ضفاف البحيرة أو مع يوحنا المعمدان. دائما يسوع يلتقي بالإنسان، والإيمان المسيحي يقوم على هذا اللقاء، على هذا اللقاء مع الإله الحي عبر هذا الشخص الحي يلي اسمه يسوع المسيح. ومن بين إخوتي كل اللقاءات اللي عملهم يسوع واللي طبعوه أو طبعوا حياة اللي التقوا فيه، اليوم أنا وياكم لحتى ندخل بصلب موضوع هذا اللقاء وشو يعني اللقاء بيسوع وكيف يتم اللقاء بيسوع وأي حوار بينبنى بيننا وبين يسوع، حبينا أنه ناخد مثل لقاء يسوع بالمرأة السامرية ومن خلاله ندخل، لأنه بدنا نبلش نشوف إذا هل يا ترى في إمكانية نحن كمان نعمل هاللقاء اليوم بهالشخص اللي اسمه يسوع من بعد 2000 سنة.